الطيارة اللي ضربت؟ ضربة عادي كانت الطيارة. شكلها ضربة عادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا نحن هون عند الأخوة بمنطقة إدلب، نحن معظمية الشام، مدينة معظمية الشام. قدمنا إلى هنا وعددنا يقرب من 3000 شخص. كان السبب الرئيسي هو أنه النظام عرض علينا 3 خيارات بعد 5 سنوات من المقاومة والحصار، وكلنا يعرف مدينة معظمية الشام وموقعها على بعد 5 كيلومترات من القصر الجمهوري، وعلى بعد أمتار من أعتى الأفرع الأمنية المخابرات الجوية، وعلى بعد مئات الأمتار فقط من الفرقة الرابعة. صمدنا لمدة 5 سنوات، ولكن الذي حدث مؤخرا أن النظام قام بإجراء يعني خدعة ماكرة وخبيثة تقول بأنه أمام أهل المعظمية 3 خيارات. الأول هو أنه يصيروا لجان، والثاني يسلموا السلاح، والثالث أنه يطلعوا من البلد. فكان بالنسبة لنا نحن خيارنا واضح جدا، أنه لا نسلم سلاحنا. لدينا فتاوى شرعية بهذا الأمر، بأن الشخص الذي يسلم سلاحه أو يعمل على مستوى التسوية والمصالحة واللجان فهذا أمر محرم شرعا. نحن قائدنا أولا وأخيرا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضنا هذا الخيار. فاستعان النظام بالبعض من أهل البلد اللي مؤيدين لفكرة اللجان، وقاموا بعدة مظاهرات ليلية كانت الغاية منها الضغط علينا نحن رافضي التسوية واللجان من أجل مغادرة البلد أو مشاركته نفس الخيار هي تسليم السلاح وأن نصبح لجان. فرفضنا هذا الأمر، فأعاد النظام مرة ثانية الطلب، ولكن كان على الشكل التالي: أمامكم 3 خيارات، أن تكونوا لجان، 2 أن تخرجوا إلى إدلب، 3 الحرب. وخوفا من أن نكرر سيناريو الحرب وتقوم الحاضنة الشعبية بالتخلي عن مقاتلي الجيش الحر، خرجنا من مدينة معظمية الشام لنحقن دماء إخواننا. والله الذي لا إله إلا هو يا أخوتي، ونحن على هذا الكلام متفقين، لو بقينا في البلد حتى استخدم النظام مو الكيماوي ولا النووي بل أكثر من ذلك لا نخرج منها. كان سبب خروجنا أن جزء من الحاضنة المدنية الشعبية داخل البلد أصبحت في صف النظام وبدأت تهدد بأنها ستقوم بإجراء مظاهرات من أجل إخراجنا من البلد أو إجبارنا على إجراء التسوية مع النظام. فكان هو يعني كان هذا هو السبب بالخروج إلى منطقة إدلب للتقوي بإخواننا المجاهدين الموجودين هناك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نعود عما قريب فاتحين إلى دمشق وإلى معظمية الشام وإلى دارية مع الأخوة الموجودين هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.